يوافق يوم الغد الخامس عشر أو السادس عشر من نوفمبر اليوم العالمي للتسامح، وتزامناً مع المناسبة انطلقت اليوم من دبي النسخة الأولى من القمة العالمية للتسامح. الزميلة هند مصطفى معلم شهدت هذا الحدث ووفتنا بهذه التفاصيل. التطرف، العنصرية، رفض الآخر والتعصب، ثقافات سلبية برز أذاها وتفاقم خلال السنوات الماضية وكانت نواة لجرائم دموية أودت بحياة الكثيرين، كما أنها تحديات كبيرة تواجه مساعي التعايش المشترك والتعددية والتنوع الذي تشهده المجتمعات في عصر العولمة. ولذلك لابد من العمل بجد على نشر ثقافة التسامح. الإمارات العربية المتحدة أخذت أولى الخطوات من خلال القمة العالمية للتسامح بنسختها الأولى في دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتنظيم المعهد الدولي للتسامح التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية. إن القمة العالمية للتسامح هي منبر عالمي مرموق بإذن الله يوفر الحوار الإيجابي والصادق بين أتباع الحضارات. كل الجهات التي يعني نتعاون معها الآن هي نموذج للعمل على مستوى سواء الأقليات أو على مستوى الجاليات الموجودة، وكذلك على مستوى المجتمعات التي تسعى دائما لترسيخ مبدأ أساسي وهو الاستقرار والأمن في هذه الدول. في مسعاها لنشر ثقافة التسامح، الإمارات ليست وحدها، شركاء استراتيجيون يقفون بجوارها في هذه المبادرة عملاً على تعزيز أمن وسلام المنطقة والعالم. أحد أهم هؤلاء المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تقود الحوار بين الثقافات المختلفة وتدعو إلى ذلك وتسهم فيه بفاعلية. مبدأ الحوار هو أساساً الأساس الأول لقيام الثقافات والحضارات الإنسانية وقيام حضارة إنسانية مشتركة. التعددية، التعايش السلمي وقبول الآخر، قيم تسعى القمة العالمية للتسامح إلى نشرها من الإمارات إلى مختلف بلدان العالم. كانت معكم هند مصطفى معلم، MBC.